المحاربي رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. سبحان الله، أي ناس أي قوم يبتدع يخط بدعة في دينهم ربنا ينزع عنه من السنة الصحيحة مثله. ابتدعوا صيام 27 رجب، طوالي خلوا صيام الاثنين والخميس وخلوا صيام الثلاثة أيام البيض. بس صوفي تقول له صوم الثلاثة أيام البيض أحسن لك من الرجب، يقول لك البيض يا ده ما فاهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال البصومة، قال فذاك صيام الدهر. أي بدعة جابوها بعد الصلاة ابتدعوا الفاتحة فنزعت منهم السنة بتاع شنو؟ الاستغفار ثلاثا والتسبيح والتهليل كلها بقت ما في. أول ما يسلم وبكذاب تلقاه من كده سريع ما قاعد يسبح، بس داري يحصل الفاتحة قبل ما الجماعة بتاعنا القروش يطلعوا سريع. الفاتحة الفاتحة الفاتحة، وخلى شنو؟ خلى السنة صلاة الفاتح. قالوا دي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم متعدل القرآن 6000 مرة. خلوا الصلاة الإبراهيمية التي أجمع العلماء كلهم أنها أفضل وأرفع وأحسن صيغة في الصلاة على الرسول. جابوا الفاتح لما أغلق وغلقوا بها رأسهم تب، وخلوا الصلاة الإبراهيمية أفضل صلاة. لو كان صلاة الفاتح دي مشروعة لو كان، فما بتساوي الصلاة الإبراهيمية بإجماع العلماء كلهم. ما بالك إن بدعة وكونه يقولوا تساوي القرآن 6000 مرة، ده كفر ذاته، كفر لأنه تكذيب للقرآن. نعم.